حد موعدكم مع واتس كوكينج ومثل اليوم خميس مع الشيف عماد فريم. صباح الخير. صباح الخير. كيفك اليوم؟ الحمد لله. صباح اليوم وصفه هينه بس في تيبس بدك تعطينا اياه هون كيف نعملها تتصير اطيب بطريقه احسن. بدنا نعمل فته باذنجان. طيب اكسلنت. كلنا بنعرف شو الفته. هون رح نعمل فته باذنجان مش حمص، بنغير شوي جديده. زيت مكونات بس بدل الحمص شو اسمه نستعمل باذنجان. هلا فينا نحط حمص اذا بدنا مع الباذنجان كمان مش غلط. اوكي سو اول ستيب هي بدنا نقص الباذنجان. كيف بدنا نقصها؟ رح نعمل كيوبز صغار مربعات. انا اوريدي حطيت قصيت باذنجانه. وتيب مهمه لازم نخبرها للمشاهدين هي لما نقصهم نحط ملح على الباذنجان. شغلتين بيصير، بتطلع المي من الباذنجان بتساعدها للقلي ساعتها، وثاني شيء هيدي المي اللي بتطلع هي من الجلده يلي هي بتعطي الطعم المروره صح. أوكي. من الباذنجان، فهذا الشيء كثير مهم. هلا تنبلش نقص بالاول. رح نقص الباذنجانه. بدنا نزيح هيدي البول من قدامك حتى يقدر. فوالا. اوكي هلا بنقص من تحت من ميله تنثبتها على المضبوط ونرجع نعمل سلايسز. بدنا نخلي القشره. وي نخلي القشره. ايه. اوكي فوالا. هلا بنشيل هون فوالا. بدنا شرايح هيك. اوكي مكعبات صغيره على قد قد ما فينا نخليهم يكونوا قد بعض كل ما احسن اكيد. بعدين قد ما نصغر بينقلوا بسرعه كمان.
اكثر بنحط الريب على هالوقت. هذا التكستير البنيه صح. فبنطبخ الريب لشي دقيقه وبنرجع بنحط صوص طماط وبنوطي النار وبنخليها تنطبخ شوي. بهالوقت فينا نحن نبلش نقل الباذنجان. اوكي. نحن بنحمي الزيت. اكيد. لكن حطيت ملح على الباذنجانه بس قصيناها، بعدين حطينا بتيشو شلنا هالمي يلي بتبقون وبعدين بنقلي. بعد احسن اذا عندنا مصفايه بنحط الباذنجان بالمصفايه وبنرش عليها الملح بنخلطها شوي بتيجي المي لحالها. قبل قد ايه وقت فينا نعمل هالبروسيجر نحط يعني الملح بالباذنجان؟ بدها 10 دقائق بتبق ميتها هي مش أكتر. مش اكثر. مش اكثر. نو نو مش بحاجه نعمل لاكثر. اوكي. هون رح نحط صوص طماط. سو هولي بيلد كان توميتوز. فوالا. خلينا نشيلها. نخلطها شوي مع البصلات. فوالا. بنخلي هلا كل ال 10 دقايق ماكسيموم. يعني على هالكمية مش عايزين. في ناس بحبوا ينشفوها أكثر. لانه ديجا كوكت التوميتوز ونحن طبخنا الثوم والبصل وكل شيء. سو هيك بدنا بس تشد شوي. وي بدها تشد شوي تخسر شوي من المي تبعها. بنزيد كمان بعد شوية ملح. اوكي. شوية حر شيء بسيط. كيان؟ وي انا مثل ما قلت الكيان لإلي هي اهم سبايس. يس. صراحة أطيب بيبر. في هي والألابو بيبر كمان كثير بحبها. كمان أنا تجي شوي سويت أكثر. بس في دوغريات بالألابو بيبر، هيدي كثير حلوة. ما في دوغريات بالكيان. نعمل تيست صغير نشوف إذا أوكي الزيت حاضر. دونك هلا بنبلش نقل الباذنجان شوي شوي. هون حضرنا صحن مع شوية كلينكس بس تنسحب الزيت بعد ما نشيلهم. بهالوقت كمان خلينا نزيح حولي. هلا ناطرة شوف وين بدك تحط الصوص طماط. أي لاير؟ أي لاير. أوكي. دونك هون عنا لبن خفقته شوي أنا ما زدت شي عليه. دونك هون شو بدنا نعمل؟ نحط مثل ما قلنا فينا نزيد لبنة مزبوط لبنة مع اللبن. ايه؟ فينا للتكستير كمان تصير شوي اسمك طعمه ما رح تتغير ما رح تحسي فيها. التكستير هي اللبنة اصلا مثل الساور كريم يعني بتشد شوي اللبن وبيمشي الحال فيك بس يعني. اذا حطينا طحينه كمان انا بيرسونلي بفضل الطحينه لانه بتعطي طعم شوي غير عن اللبن كلها مزبوط. اوكي رح نسوي رح نحط شوي طحينه هون. يامي. وهلا بس بنخفقهم بتشوفي بيتغير شوي لونه للبن شيء طبيعي. ايه بصير عبيج. وي اوكي كمان التكستير كمان دغري بتشوفي صارت كريمي اكثر من انه فارتة. هلا هون فينا نحط كمان شوية حار يلي بحب الحار باللبن. باللبن فيك تحطي حار شوية ماء ملح شو ما بدك. اكزاكتلي بنزيد بدنا اياه رح نتركها سم.
القرشة إيه. هلا فينا نعمل تو لايرز خبز مش غلط. يلي بده بيحط شوي اون توب مزبوط اكيد فينا. بالكوكينج في شغله يعني ما في صح في ذوق ايه في ذوق بس وما في صح او غلط مزبوط. طالما الاند ريزولت طيب ما في صح او غلط مزبوط. كل شيف بيعمل على طريقته وعلى شو هو بيشوف كل ست بيت كمان اكيد واحد بيكون معود على طريقه من اهله تعلمها بضل يستيكونت اوقات نتعلم طريقه جديده. هلا يمكن بعد اليوم بدي بلش زيت صوص طماط. انا يعني انا بعتقد رح تصير تزيد صوص طماط لانه عن جد بتعطي نكهة غير طعم. وي هوب بطفي النار. صوص طماط صارت حاضرة. رح زيد شوية زيت زيتون بعد ما خلصت الصوص. دايما اكتب شيء تتركها بالاخر بلا ما ينطبخ اكزاكتلي هيك الطعمه بتفوت لجوا كثير طيب. عم بتفاجئيني ستيفاني صراحه. بطبخ انا بحب اطبخ عن جد. في احلى من الطبخ؟ وبحب دائما اتعلم قصص جديده وبرجع بطبقهم. اوكي هون الباذنجان كمان. رح ناخد وقفة مشاهدينا ونرجع نتابع واتس كوكينج. ست دقايق يا رجعنا على الهواء. نحن عم نحكي مدردش. يا رايت عم نشوف الباذنجان هون كمان بلش يستوي. دونك نحن شو بدنا نعمل؟ بدنا نبلش باللايرينج. يا ناخذ ملعقة كبيرة. شو بدنا نبلش؟ بالصوص طماط. صوص طماط تحت. اوكي سو هي بدها تكون الباز تبع الطبخة تبع الفتة تبعنا. لازم تكون سخنه الصوص طماط مزبوط ولا فتره تتاكل؟ هي الفته فيك تاكليها مسقعه او سخنه. اوكي انا بفضلها تكون مسقعه. اوكي بس هلا مشان هيك عم بسالك. في ناس بحبوها سخنه في ناس بحبوها مسقعه ما او فتره شوي او فتره شوي. اوكي هلا هون رح تكون اكثر صوب السخن من هلا اذا نحن دائما في شغله لما نطبخ الطبخه اذا بعدها كثير سخنه ما بناخذ كل الطعمات. صح مزبوط لازم نريحها شوي يعني 10 دقائق ربع ساعة تل يظهروا الطعمات. اكيد حتى لو بنعمل لازان او شيء اهم شيء باللازان اذا شلناها من الفرن ودغري بلشنا نقص ما بدنا ناخذ التكستير والطعمات تكون قوية. يعني في كمان قصص بالقلب بيكونوا ثاني نهار اطيب مظبوط مثل الراجو او حي الله شيء exactly. مثل هيك الاكل بيكون اطيب ثاني نهار من اول نهار اذا سخنا اكزاكتلي معك حق. انا مثلك هيك بحب اوقات بطبخ قبل بنهار ثاني نهار بكون اطيب. هلا رح نحط شويه صوص.
لما خاصة بالريستورانات بياخذوا طبق شيرينج بالنص بالنص أكيد. So it's more easy لما يكونوا شقف صغيرة. رح ناخذ وقفة قصيرة مشاهدينا بنرجع منكمل فتة الباذنجان بنعمل البرزنتيشن. انا اهم شيء رجعنا نحن وعم نحمس نكون اكلنا. هذا اللي صار اصلا. ولا هي اهم شيء نغطي مثل ما مثل بالباذنجان نغطي كل ال اللي بال بالخبز. هذا ما بنحب الخبز الابيض، بنحب خبز اسمر، فينا نحط فيك تستعملي كروتون حتى يعني تجيبي باجيت اوسيا او كوبيت كمان ما 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 في مثل ما قلت ما في غلط او صح. اوكي وهلا بدنا نحط اللبن. اللبن ولا دان اللبن برجع بذكر حطينا فيه شوي طحينه مع ملح وخفقناه تيطلع لنا هيدي التكستير الكريموز. اوكي اللبن فينا احيانا نعمل هيك دقن دقن لانه بدنا نص ساعة هلا تنعمل اي وفينا بعدين نزيد اللبن نحطه على الطاولة يلي بده يلي بحب يزيد لبن بنزيد اللبن اكسلنت فوالا بس هلا نعملها شوي حط شوية حار حار وسماء سماء فوالا دونك بنبلش بالسماء بتعطيها هيك شوية نكهة غير عن ال انه أكثر فريش مظبوط لأنه عنا البصل والصوص طماط فيها زيت كثير الباذنجان مقلي السماء بيكسر شوي هالحماوه اذا بدك مظبوط فوالا نرجع كمان شوية كيان بس شوي شوي and that's it that's it واو سلم ديتك عماد اهلا وسهلا بنشوفك next week next week نهار الخميس ان الله راد يا ريت فينا ندوق بس مش مشكلة ما هلا من ما مندوق ما مندوق هلا خلص ما مندوق دونك هيدي الفتة باذنجان مع صوص طماط رح انا ختمت اليوم خلصت فقراتي okay. الى اليوم انا برجع بشوفكم السبت ان الله راد مشاهدينا ما تنسوا البسمة باي باي